توترات البحر الأحمر بدأت تنعكس على المؤشرات الاقتصادية، هذا ما شهدناه بالنسبة لمؤشر البي ام اي للقطاع الخاص غير النفطي في دبي. شهدنا تراجع عن المستويات الأعلى التي كنا قد شهدناها بشهر ديسمبر، كنا قد شهدنا أعلى مستويات في 16 شهرا. المؤشر سجل عن شهر يناير مستوى 56.6 نقاط، هذا أدنى مستوى في 4 أشهر، ولكن لا نزال فوق المتوسط الطويل الأجل الذي هو تقريبا عند 54.6. وبما أننا فوق 50 يعني فوق المستوى الذي يفصل ما بين الانكماش والتوسع، 56.6 يعني لا يزال لدينا توسع بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي. إذا ما تابعنا التفاصيل والعناصر المتعلقة بهذا المؤشر، كان لدينا استمرار للنمو بالنسبة للأوتبوت أو الإنتاج، كان لدينا ارتفاع في الطلبات الجديدة، والسبب بأنه لدينا طلب مرتفع وبالتالي هيدا عم يدعم الطلب الجديد، ولدينا أيضا حملات ترويجية كانت مكثفة بشهر يناير. الذين استطلعت S&P آرائهم من الشركات قالوا بأنهم يجدوا أن البيئة باتت جدا تنافسية، وهو ما يدفعهم بشكل أساسي إلى أن يقوموا بحملات ترويجية أكبر. إذا تحدثنا عن العناصر التي أدت إلى تراجع المؤشر بالمقارنة مع شهر ديسمبر، أولا درجة الثقة الكونفيدنس تراجعت بشكل كبير، هبطنا لأدنى مستويات من ديسمبر 2022، والسبب هو التوترات الجيوسياسية. فقط 10% من الشركات التي تم استطلاع آرائها يتوقعون زيادة في الأوتبوت خلال الفترة القادمة. نمو الطلبات الجديدة على الرغم من أنه كان مستقر إلى حد ما، لأنه عنا في طلب مرتفع، ولكنه لا يزال عند أدنى مستوى في 5 أشهر. تداعيات الاضطرابات في البحر الأحمر تم تسليط الضوء عليها بشكل كبير في هذا التقرير من أكثر من ناحية. أولا الشركات عم بتقول بأنها عم بتعاني مع تأخير في التسليمات بسبب هذه التوترات، ولكن حتى الآن هذه التأخيرات في التسليمات وارتفاع تكلفة الشحن البحري لم تنعكس على سياسة التسعير من قبل الشركات، وبالتالي لم نشهد زيادة في الضغوط التسعيرية صعودا بسبب هذه التوترات حتى الآن، حتى أرقام شهر يناير. الأمر الآخر قالوا بأنهم يتوقعون بأنه إذا ما استمرت هذه التوترات لفترة أطول سيبدأ ونشهد تسعير بشكل أكبر لهذه التوترات بالنسبة لأسعار المنتجات وأسعار مدخلات الإنتاج، لأن التكاليف سترتفع وبالتالي ستبدأ الشركات بعكسها على أسعار المنتجات النهائية. إذا حتى الآن اضطرابات البحر الأحمر تم عكسها من خلال ناحيتين، عندنا تأخير بالدليفريز، عندنا تأخير بالتسليمات، وعندنا مستويات التوظيف كان فيها زيادة جدا هامشية، لأنه السنتمنت أو المعنويات متراجعة، لم نشهد ارتفاع في التوظيف. والأمر الثالث هو حتى الآن الأسعار لم ترتفع بشكل كبير مثل ما كنا لنتوقع أن نشهد بسبب تأخير التسليمات وارتفاع تكاليف الشحن.